أما نضال فقد أقرت لجنة الشؤون الخارجية طبعا داخل مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم مشروع قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023. يهدف مشروع القانون المقدم من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين إلى منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسا لسوريا، وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات تمنع الدول من تطبيع العلاقات معه. وأيضا يفرض القانون قيودا صارمة على المعاملات المالية مع النظام. كما ينص المشروع على استراتيجية لتقليص مقدرة نظام الأسد على التلاعب بالمنظومة وبمنظومة الأمم المتحدة وعملية الإغاثة الأخرى أو التأثير فيها. كما يلزم القانون وزير الخارجية الأمريكي باستراتيجية سنوية على مدى 5 سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع النظام، وذلك بالتشاور مع وزير الخزانة والوكالات الأمريكية ذات الصلة. ووفق المسودة على التقرير، إن طبعا يتضمن لائحة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، ويشمل الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد وحكومة روسيا وإيران بحق السوريين، وعن التقدم المحرز في مجال تحقيق العدالة والمحاسبة للشعب السوري. كما يتضمن التقرير السنوي لوزير الخارجية لائحة كاملة بجميع الاجتماعات الدبلوماسية على مستوى سفير فما فوق بين نظام الأسد وأي ممثل عن حكومات الدول العربية وتركيا. كما يتضمن لائحة كاملة بجميع التعاملات بما فيها الاستثمارات والمنح والعقود والهبات والقروض التي تتجاوز مبلغ 50,000 دولار في المناطق التي تخضع لسيطرة نظام الأسد في سوريا. للمزيد من القراءة والفهم حول هذا القانون ينضم إلينا فاروق بلال رئيس المجلس السوري الأمريكي من واشنطن عبر تطبيق زوم. أهلا بك سيد فاروق، أنت كنت من الأشخاص المساهمين في كتابة هذا القانون وعدت لتوك من الكونغرس. أود أن أسألك بداية يعني عن أهم ما جاء في هذا القانون، وما الذي يختلف فيه عن قانون قيصر؟ مساء الخير لك ولأعزائي المشاهدين، وشكرا للاستضافة. بصراحة أهم فقرة جاءت بهذا القانون أظن هو إلزام الحكومة الأمريكية بعدم الاعتراف بأي حكومة سورية موجودة الآن أو مستقبلا يترأسها بشار الأسد. هذا قطع الطريق على حكومة بشار الأسد مهما كان شكلها الحالي أو في المستقبل، على أن يكون له أي دور في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دور دبلوماسي كمان في المجالات الدولية. الشغلة الثانية اللي تم إضافتها البارحة بالليل بصراحة، وكما ذكرت حضرتك القانون تم الموافقة عليه تقريبا منذ ساعة من الآن، وصلت للتو من قاعة الاجتماع في واشنطن أنا، فتم إضافة الأمانة السورية للتنمية وهي المؤسسة التي تسيطر عليها أسماء الأسد لسرقة الأموال المقدمة للسوريين. فالآن هناك إلزامية للإدارة الأمريكية سواء كانت إدارة بايدن أو الإدارة المستقبلية سواء كانت الديمقراطيين أو الجمهوريين، ملزمين بأن ينظروا في هذه المساعدات وتأكيد أن هذه المساعدات وصلت إلى الشعب السوري، وإذا كانت لم تصل إلى الشعب السوري فتلزم الإدارة بتطبيق العقوبات على أسماء الأسد أو من يترأس الأمانة السورية للتنمية أو أي مؤسسة أو منظمة خيرية ثانية لا توصل المساعدات إلى الشعب السوري بشكل مباشر. طيب، إذا ما عدت معك إلى نقطة منع الحكومة الأمريكية من التعامل مع أي حكومة أو نظام يرأسه بشار الأسد، السؤال الأبرز هنا، هل سيكون هناك قوة ملزمة أو قدرة ملزمة لتطبيق هذا القرار بمعنى أدق؟ هل هناك مجال سواء لإدارة بايدن أو أي إدارة لاحقة أن تقوم بالتحايل على هذا القانون؟ الاختلاف بين هذا القرار الجديد او مشروع القانون الجديد وقانون قيصر هو ان الالزاميه في القرار. فمطلوب من وزاره الخزانه ومطلوب من وزاره الخارجيه سواء الحاليه او المستقبليه هو انه يقدموا تقرير سنوي عن المطبعين مع بشار الاسد، واي لقاء قام على مستوى قنصل وما فوق او
على أي أحد أو مؤسسة قامت باستثمار لمبلغ هو كان 50,000 دولار كما ذكرت بالتقرير، ولكن كما ذكرت امبارح بالليل تم تعديل ورفع المبلغ ل 500,000 دولار من جهة محددة لحد سنة كاملة، سواء كان كدفعة واحدة أو على دفعات. فالإلزامية هون أنه تتطلب من الرئيس في حال عدم تطبيق أو عدم تطبيق أي عقوبات على المطبعين أو المستثمرين في سوريا أن يقدم شرح لماذا تم إعطاء هذا الاستثناء، وهذا الشرح يذهب إلى الكونغرس والكونغرس يقوم ب يعني التدقيق فيه وإما الموافقة عليه أو رفضه. فهذا التقرير السنوي لمدة 5 سنوات الذي يلزم وزارة الخارجية ووزارة الخزانة بتقديم هذه اللائحة للكونغرس ما يعطي هذا القانون أهميته. في نقطة كمان كثير مهمة تمت إضافتها لاحقا، أنه مدد قانون قيصر الحالي لمدة 8 سنوات. قانون قيصر في حال أنه نفذ هذا القرار وصار قانون، قانون قيصر راح تنتهي أو تتمدد صلاحيته لل 2032. في يعني نقاطه السارية الآن. طيب، يعني سؤال من جزئيتين سيد فاروق. بداية، الرسالة السياسية التي يعني ستوجه في هذه الحالة إلى الدول العربية التي يعني تقوم بعملية التطبيع حاليا مع نظام الأسد، وأيضا هناك شيء فهم على أنه ازدواجية في ربما التصريحات عندما تم الحديث عن أن ما الذي ستحصل عليه هذه الدول من التطبيع، أنه يجب على الأقل أن تحصل على شيء، أو بمعنى آخر بأنه لن نجبر أحد ولكن نحن لا نحبذ التطبيع. يعني في أي معنى نضع هذه التصريحات؟ راح ابدا بالرساله السياسيه. بصراحه بامريكا بالعاده لما بيكون بصير طرح قانون من لجنه العلاقات الخارجيه في مجلس النواب، طرح مشروع قانون يتم التصويت عليه اللي هو التصويت اللي صار اليوم، بالعاده بعد شهر او شهرين هذا القانون تم التصويت عليه 4 ايام، وحتى كان في اعتراض من واحد من اعضاء لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس النواب على السرعه في التصويت لهذا القانون، لكن السبب هو كان هو ارسال رساله صريحه من الكونغرس الامريكي الى الدول العربيه المطبعه بان الكونغرس غير راضي عن التطبيع مع بشار الاسد، والكونغرس لا يعترف ببشار الاسد كحاكم سوري او بحكم بشار الاسد كاي حكومه رسميه لسوريا. فهي كانت الاسراع بالتصويت على هذا القرار كانت هي رساله قويه للعرب، وخاصه نحن قادمين الان على اجتماع اللجنة عفوا الجامعة العربية أو مؤتمر المناخ اللي حيتم عقده قريبا في الإمارات العربية المتحدة. أما عن ازدواجية القرار فنحن لازم نفهم أنه أمريكا دولة مؤسسات، ونحن ما الكونغرس ممكن يكون مختلف تماما عن البيت الأبيض في بعض القرارات، فهناك توازن بالقوى كما تعلمين. نعم فالبيت الأبيض وإدارة بايدن عندهم رضا داخلي او رضا مضمن عن هذه التطبيع، ولكن الكونغرس يطالب انه حتى لو صار تطبيع فهو حيكون لازم بطريق الحل السياسي لسوريا وفق القانون تمام. 2254 يعني الذي أعرف أن الحديث يرضي يطول الى حول هذا الموضوع وآليات تطبيقه، ولكن انتهى وقتنا معك فاروق بلال، رئيس المجلس السوري الأمريكي. كنت معنا مباشرة من واشنطن عبر تطبيق زوم.